طبعا عرفت ان غالية اتجوزت. ده انتي شمتانة بقى. اكيد لا، بس اتمنى تكون فهمت وعرفت مين المتمسكة بيك للاخر وبتحارب عشانك. بس الحرب اللي انتي حاربتيها دي ما كانتش عشاني، دي كانت عشان ترضي غرورك وانانيتك. يسرا انا عارفك اكتر من نفسك. انتي لما سبتيني زمان سبتيني عشان ما بتحبيش حد يحاسبك ولا حد يقولك لا. انت للاسف اتدلعت في بيتك بزياده وكبرتي على ان ما ينفعش ان حد يقولك لا، واللي تطلبيه لازم تلاقيه. مراد انا بحبك، انت فاهم غلط. لو بتحبيني ما كنتيش سبتيني لاسباب تافهه اللي قلتيها وقتها. غلطت وبقالي كتير قوي بحاول اصلح غلطتي. وانا مش تحت امرك، انا مش تحت امرك يا اسره. أنا زمان اديتك فرصة كبيرة جدا عشان تراجعي نفسك، بس أنت عاجبك الجو بقى إني بجري وراكي وبحاول أمسك في العلاقة. على فكرة أنا كنت بعمل كده عشان بحبك يا أسرة. أنت بقى لما أصريتي إنك تفسخي الخطوبة بكل برود، أنا رميت الحب ده كله ورا ظهري. كلنا بنغلط يا مراد، بس أهم حاجة الإنسان لما يغلط يبقى عايز يصلح غلطته. أرجوك بلاش عقاب ليا، كفاية بقى. أنا مش بعاقبك يا أسرة، أنا نسيتك. لو كنت لسه بحبك كنت سامحتك بعد كل المجهود ده، بس أنا فعلا نسيتك. وعايز أقولك على حاجة، سواء بقى غالية موجودة في حياتي أو مش موجودة، فأنت انتهيتي من حياتي خلاص. أنا بعتبرك زي أختي، يعني محرمة عليا. أنا آسف يا أسرة، أنا مش قصدي إن أنا أجرحك أو أضايقك والله، بس أرجوكي شيليني من دماغك خلاص. كملي حياتك ومصيرك هتقابلي واحد تحبيه ويحبك، بس ساعتها بقى حبيه بجد يا أسرة. مش كفاية إنك تحبي نفسك بس. متشكرة يا مراد، ربنا يوفقك. حلقات جديدة يومياً على فيو.